حزب تحية تونس حزب غني عنده مقر كارينو بعشرين مليون في الشهر، من أين لكم هذا؟ هذه أسوأ حكومة عرفتها تونس. أنت المنتخب الشعب التونسي على حزب معين، إيش هزك لحزب لا؟ أنا ضد باش النهضة يكون عندها رئيس، وضد باش البلاد تحكم فكرة النهضة. لو كان يترشح راشد الغنوشي وربما ويفوز مثلا تكون كارثة على تونس؟ بالطبيعة صوت ضده باش تعمل أنه ما يطلعش. قتلي أسبوع متاع رعب وهي بين حافظ والشاهد، الشاهد يجبد وحافظ يجبد وهي بريئة. ليش كون التربولات هذي يجبدوا فيها؟ شكون سمك موسيقى؟ أنا أنت موسيقار سمعني موسيقى ما يقصد نعم في الكلام سمعك الكلام هي تفهم شوية الكلام. يتقاضى في أموال طائلة من إسرائيل. يتقاضى ماذا بيك تتقاضى أنت؟ أنا مش كنت بقصد أنا من إسرائيل أنا سيدة سامي عبولية زميلتك في المجلس هي قالت فما مجموعة حول السيد يوسف شاهد تبتز في رجال أعمال باسمه وتاخذ من عندهم في الفلوس لتمويل الحزب. سامية تكتب في السيناريوهات هي أسلوب رخيص نعرفوه. أنا جيت في وجهة بورقيبة هو قاعد قلت له يلعنك يا زمان شفت فكر بهاي مع الكرنيشان قلت هلا بورقيبة أي نعم من لا قوة فيك من لا قوة وخلوك حية حرام عليك تجرب القضية ولا بالناس مش ليه الحكاية بتاعي نخذ الفلوس أنا تشريع أنت ولكن تخبيش يتوى أنا كرونيكال يا سيدي أسألك ما تسألنيش أنا كنعرف كل كلمة جيش وحش الشاشة سمير الوافي التسعة غربة متاع الليل على التسعة